مرحب أحبابي، اليوم بدنا نعمل مع بعض طريقة تحضير الشيش برك. طريقة كتير رائعة ولذيذة. نبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شي عنا هون 3 أكواب من أكواب المقاس، رح حط رشة ملح صغيرة فوقهم. بنبلش بالعجينة أول شي، كمان حط فوق المي. بسم الله. حطينا 3/4 الكوب. اذا بعد بدي بعجنهم، اذا بعد بدي مي بضيف الباقيين. رح ضيف المي الباقي عنا. كمان رح حط 1/4 كوب مي، يعني صرنا حاطين 1.25 كوب مي. صار عنا عجينة متماسكة. جهزنا العجينة، هلأ منكفي. يعني استعملت بالعجينة 3 أكواب المقاس طحين، 1.25 كوب مي ورشة ملح. هلأ بشيل العجينة بحطها بجات. كمان بغطيها. وبحطها على جنب بالمطبخ. هيدي العجينة ما بحاجة انه غطيها وحطها بمطرح دافي، عشان ما حطيت فيها خميرة، بس غطيتها عشان ما تنشف. بعد ما عجننا العجينة وتركناها لترتاح شوي، هلأ عنا تاني خطوة، لحمة مفرومة والبصلة. منا نعمل الحشوة أنا وياكم. هون عندي بصلتين نعمتهم بهيدا الشكل. حط زيت نباتي بالمقلاي. حطينا حوالي 3 معالق طعام زيت نباتي. كمان بحط البصلة، بحط رشة ملح خفيفة على البصل، كمان بقليها على الغاز. رح حط فوق البصلة ملعقة صغيرة زبدة. الزبدة بتعطي نكهة كتير طيبة. بس اخذت البصلة هيدا اللون الاصفر الخفيف، هلا بحط فوق اللحمة. بسم الله. حط 1/4 ملعقة صغيرة 7 بهارات. كمان شي بسيط بحط فلفل اسود. هيدي الحشوة خلصناها، صارت جاهزة، هلا بحطها بصحن. بحط الحشوة بالصحن على جنب لتبرد، عشان منا اياها تبرد. ما فينا هيدا نحشي العجينة وهي سخنة، لازم تكون باردة. هول الملاحظات اللي عم بعطيكم اياها كتير مهمة للمبتدئين بالطبخ. هلا بحطهم على جنب. صرنا عاملين العجينة والحشوة. بعد ما بردت عنا الحشوة، هلا بدنا نكفي انا وياكم. بدنا نبلش بالعجينة. بشيل قسم من العجينة. بسم الله.
هيدي الشوش براك عملتها قبل هلأ، بس بدنا نعملها مع بعض على القالب. عمليتها كتير قديمة. صراحة بنصحكم تجيبوا هيدا القالب، كتير كتير سهل طريقة الشوش براك، طريقة العجينة بهيدا القالب. تختصر كتير معكم وقت، عرفتوا كيف؟ بعد ما رقت العجينة هلأ شو بعمل هون؟ برش على القالب طحين، بكتر طحين عشان العجينة ما تلزق بالقالب. ونحط العجينة كمان بملعقة صغيرة، وفينا إذا بدنا بالإيد بنحط الحشوة بهيدي الطريقة، بإيدنا كمان إذا بدكم بهيدي الطريقة. شايفين كيف؟ طريقة جدا سهلة ورائعة. بنحط الحشوة بهيدا الشكل، هلا بس حبيت القالب حشوي بهيدا الشكل بحطه على جنب. بدي اعمل عجينة تانية حطها على وجه هيدول الحشوي والعجينة اللي عملتها انا وياكم. بعد ما رقت العجينة بهيدا الشكل هلا بشيلها، بنحط القالب وبمدها على القالب. بسم الله. بضغط منيح على الشوبك قد ما فيني عشان افصل العجينة عن القالب. هلا بشيل هول الزوايد، هول كمان برجع بعجنهم وبعملهم بعجنهم بهيدا الشكل. كل الزوايد برجع بعجنهم وبعملهم، ما بترموا شي. هدول العجين اللي عملتهم بالقالب. اذا طلع عنا واحدة مفتوحة بهيدا الشكل شو بنعمل؟ ما بنرميها، بنكبسها بس شوي بهيدي الطريقة وعادي. هيا شفتوا كيف كتير مرتبين، ما بتاخد وقت بالتحضير. هلأ بحطهم على الصينية مع رفقاتهم لنكفي مع بعض. عندي هوني كيلو نص لبن، زبادي، يوغورت، كمان حبتين توم وملعقة صغيرة ملح. الملح على الذوق مثل ما بقلكم على طول. هلا بدنا نخلطهم مع بعض. اول شي بحط الملح والثوم، كمان بنحط اللبن، بنحط قصام من اللبن، ما بحط اللبن كله. حطيت حوالي كيلو لبن، هلا بحط فوق المي. بدي احط مي فوق اللبن. حطيت حوالي كيلو لبن، رح احط فوقهم بكوب المقاس كوب مي.
اقرب لكم الكاميرا. 2 حطينا كوبين مي فوق كيلو اللبن، يعني كوبين بيعملوا عنا 500 ميلي مي. قبل ما خلطهم بحط ملعقة ونص طعام نشا، ملعقة ونص. بس خلطناهم منيح بدي كفي طريقة اللبن اللي بقي عنا. أول شي بحط هولي بالطنجرة، هلأ بحط اللبنات على جنب لكف الباقيين. رح أحط اللبن الباقي عنا، بسم الله. فوق هولي اللبنات رح أحط كوب مي، كوب المقص. خلطهم كمان. ما رح احط هون نشا ولا ملح ولا توم عشان حطيتهم بالخلطة الأساسية. هلا بحطهم فوق اللبنات اللي بالطنجرة، بسم الله. وبحط فوق هول اللبنات نص كوب رز، غسلتهم وصفيتهم منيح. هلا بحط الطنجرة على الغاز وبحرك تحريك مستمر ليغلي عنا اللبن. هلا بالاخر اذا حسينا اللبن سميك كتير منزيد شوية مي، واذا طلع كتير حلو ما في اي مشكلة ما لازم نزيد. اهم شي تحريك مستمر. هلا اهم شيء شو اعمل انا وياكم، نستمر بالتحريك عشان ما يفرط عنا اللبن ويبقى محافظ على سماكته وشكله. هلا غلى عنا اللبن، شايفين كيف صار عم بيطلع فقاعات. بدي احط العجينه اللي حشيناها انا وياكم فوق. انزل انا وعم حط العجينه كمان بحرك هيك بهيدي الطريقه على رواق عشان العجين ما يفرط. بعد ما حطينا العجين بحرك شوي، برجع بحط نعناع يابسي، بحط حوالي ملعقه طعام نعناع يابسي. كمان بحرك على رواق. هيدي النعناع بالشش براك بتحطوها يابسي، ما بتحطوها خضرا عشان ما تعطي للبن لون اخضر. شفتوا اللبن كيف محافظ على سماكته وعلى لونه؟ كتير كتير رائع. هلا بتركن يغلوا كل حوالي 3 دقايق، بحركن شوي لتستوي عنا العجينة. غطيت الطنجرة بالغطا عشان اللبن صار يطرطش عندي بالمطبخ. هلأ منشيل الغطا بعد 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة استوى عنا العجين. هلأ بطفي الغاز وبحطهم بوعاء. هيدي الوجبة بتتقدم باردة، ما بتتقدم سخنة ابدا. اوكي، هيدا الشيش براك بعد ما حطيتهم بسخن. انا عملت اللبن سميك مثل ما شايفين بهيدا الشكل. انتو اذا بتحبوا اللبن يكون اقل سماكي بتضيفوا كوبين مي على المقادير اللي عملناها انا وياكم للبن. بتمنى كمان انه كون وصلت لكم الطريقة بسهولة، مش طريقة معقدة. انا حاولت قد ما فيني اعملكم الطريقة مبسطة
وعلى دفعات، عرفتوا كيف؟ هلا بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة، برجع بحطهم أقل شي ساعة بالبراد وبصيروا جاهزين للتقديم. بتمنى الفيديو يكون نال إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاية. باي باي أحبابي.